هسه هذا العقد مال السكك اذا ما العقد مصادق هسه بالمناسبه العقد مصادق ومكتمل الجوانب القانونيه كامله وملزم على الحكومه العراقيه، واذا ما حاولت الشركه العامه للسكك او وزاره النقل ان تفسخ العقد سنلزم العراق ب 22 مليار يروحون عندهم قضاء، وعندهم عندنا شركه اجنبيه داخله شركه دايو الكوريه، بالمناسبه هي مو دايو الكوريه الاصل، نعم لا هي مجموعه من عمال دايو الكوريه الاصل طلعوا سووا لهم شركه بحدهم دايو ما اعرف اسم بعد ملحق وياها، فما اشيع عنها انها دايو الكوريه ولكن هي دايو كوبي عن ذيك الدايو الاصل، وخاسره هذه مجموعه وباعت سهامها واشترى سهامها الحوت الاكبر والمتهم الهارب نور زهير، اشترى سهامها واجا دخل بالتفاوض وجابوا يا كوريين ودخل بالاعلام ووقع يم ناصر البندر واخذوا ميناء الفاو واخذوا مشاريع واستمروا باخذ اشتراها قبل لا توقع مع الشركه لو بعد التوقيع. نعم 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 القضايا مو هذا اليوم اسس لها، لا اشتغلوا عليها لسنين طوال وسنين صار لهم وراح يقطفون ثمار عملهم لعشرات السنين على اعتبار ألزموا العراق. هسه عندنا موانئ أم قصر، ما عندنا متر واحد بموانئ القصر أم قصر تابعة للشركة العامة الموانئ، كلها لشركات إما أن تكون لنور زهير أو ظل لنور زهير ومن خلفه، يعني نور زهير أكثر من شركة. نعم أكثر من شركة وأكثر من اللي هسه هو عنده جوازات 6 أو 7 دول بغير اسم، ويمنح جوازات كذلك لغير جهات وجهات حكومية موجودة متنفذة هم بغير اسم. هذه السلطة اللي عنده وإمكانية المالية اللي عنده وطائرة خاصة وسفر ما موجود حتى عند رؤساء الدول. والدوانم اللي يتحدث عنها هذا فيض بشرق العرب، اي فيض من غيظ،